غدا الثلاجة، غدا السوق، غدا السبيتوني، المدرسة. وهذا السيد، هذا السيد ما عندوش حتى 100 متر ولا حبس الطريق، وحبس علينا الطريق في حد. هاي العرض ديالها، انت ها الطريق هنا، وجا الشيخ المقدم، جات القبيلة، الطريق ها الستارة، وجا الستارة، وجا المقدم والمخازنية. لا سعادة القائد صيفط، مشينا عنده، درنا مشينا عنده، تقدمنا عنده، استقبلنا. خويا السلام عليكم، احنا من دوار التريعات العبادلة، جماعة سيدي اسماعيل، قليم جديدة، كنطالبوا بها الطريق باش تسرح بجاه الله ورسول الله. راه السيد جينا عنده وطلبناه، وشحال من واحد جا عنده وبغيناه يعني داك الشيء يحلو حيبين، وما بغاش. القبيله كامله، القبيله جا عنده الشيخ، جا عنده المقدم، جا عنده شحال ديال الناس جاوا عنده، وتا واحد ما بغى يعطيهم شي، ما بغاو يعطيوه شي مفاهمه. واليوم حنا مشينا عند القايد باش يتدخل في هذه الامور، صيفط معنا الشيخ والاشياخ والمقدمين والمخازنيه، جاوا سيدي حلوها. الوقت اللي جاوا فاش يحلو، جات المراه وبنتها بهراوه كتهدد، انا اليوم نقتل شي واحد، انا اليوم غدا نقتل عليكم دري، شي واحد يمشي فيكم الروضه وانا نمشي للحبس. واليوم سيدي حنا كنطالبوا من وبناتها حتى هما جاوا، حنا ديال المقدم والشيخ والمخدم وبحضور هاد الناس كيشوفوه هي كتسد. واليوم نطالبوا من الاعوان ومن الناس المسؤولين يتدخلوا في هذه الامور. وعاش الملك. السلام عليكم، كيداير الاخوان؟ بخير. دابا حنا سيدي هاد الطريق مارة، طريق مارة. واحد السيد كنمروا معاه، واحد السيد حبسنا، غادا تقريبا على العرض ديالها تقريبا 3 أمتار، واصلة تقريبا شي 1400 متر، وصلت عند واحد السيد واصل تقريبا عند دايزة فيه واحد 200 حتى 300 متر، حبسها لينا. مشينا عند سعادة القائد سيدي اسماعيل، مشينا عنده استقبلنا، صيفط معنا الشيخ المقدم، الاعوان السلطة كاملين، القومية، جينا باش فتح لنا الطريق، فتح لنا الطريق. جات السيدة بالهراوة ديالها، السيد بعصاتها كتهجم علينا، ندير لكم نقتل عليك هي وبناتها، نقتل عليكم دري صغير، جاية محملة بنتها مجوجة، وحاضر الشيخ، حاضر المقدم، صوروهم الأعوان السلطة، صوروهم كاملين حابسين الطريق. جاوا الآخرين تسد حلوها، هي تهي جات سدتها. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. يلا دوي، قول دوي، دير بق على فمك، دوي دير. لا انا فالدعاء ها انت خليه هنا بحال كبق، ودوي بالحق ديالك على الطريق. ديالي على الطريق عندي 90 عام، 90 عام عندي في الطريق ومحبوس. هذا اليوم انت منين مشي؟ مش منين نقطع؟ ما انا على الحاله، ما لقيت تلقى تحبسوك وحبسوني عليه. نحن عندنا استعمال، عندهم من عام الطريق، عندي 90 عام هنا، 90 عام ما تعقلش فيها، قول منه ديال الجداد، ديال الجدود هادي، ديال الجدود هادي، ومحبوسة، ما هو محبوسة علينا، ما لا تتحبس علينا، هاي مكتلوك محبوسة علينا، ما لا الروضة هادي، ما لا الروضة، ما لا، هادي عليها ما ولا اليوم، تقولوا لي تقولوا لي اللي عندي 90 عام في العمر ديالي ومحبوسة علي طلي، هذا اللي هاي يوم سنين قطع هاي. الإخوة هذه هي الطريق ديال الوالد. الاخوه هذه هي الطريق ديال الوالد، انتم كتشوفوا الطريق ملي حبسوها الطريق الماره، الوالد الطريق ديالو بادت. من فضلكم خصكم تقدموا معايا تشوفوا الطريق، ها هي بادت. الوالد عنده فوق كيسقي الماء من هنا، دابا تحرم من ذاك من العوينه. والله ينصر سيدنا، وعاش عاش الملك، شعارنا الله الوطن الملك. حنا في دوار التريعات العبادله جماعه سيدي اسماعيل اقلام جديده. الان هذا الطريق مقطوع علينا، هذا السيد اقطع لنا الطريق، كانت كدوز يعني قديم، ما عادش يعني تاريخ ما كاينش اللي يعقل فيها، غادا المقبره وغادا الدواور وثلاجه. وهذا السيد جا والجامع، هذا السيد جا سد علينا الطريق، وهذا السيد سد علينا الطريق، وجا هو ومرته وولاده، وحبس الان حبس دوك البهيم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.